صباح الخير ربا، صح؟ كيف حالك؟ اهلا بندى. تمام، هلا بيكي. احنا زي ما حكينا قبل هاي الفقره قلنا بدنا نحكي عن السكر واهميته في حياتنا. انواع السكر، نعرف انواع كثير للسكر رح نحكي عنها، بس بالاول خلينا نعرف شو هي ماده السكر بالاول. هلا السكر، لما نحكي كلمه سكر احنا في عندنا عده انواع من السكريات اصلا موجوده بالطبيعه، بس مين اللي احنا بنستخدمه هو عباره عن سكر الجلوكوز. الجلوكوز هذا الموجود، بس طبعا هو السكر الابيض العادي. بس بيختلف طبعا عن السكر الموجود بالفواكه. السكر الموجود بالفواكه بنسميه سكروز، عبارة عن نوعين من السكريات، عبارة عن جلوكوز مع فركتوز. بس هي ككلمة سكر هي من النشويات، وفي عنا كتير أنواع من السكر، في سكروز، في فركتوز، في مالتوز، في جالاكتوز، اللي هي أنواع مليانة. يعني في عنا السكر الموجود بالحليب، يعني إذا بتشرب الحليب سادة من غير ما بكون في سكر، فيه سكر طبيعي. طبعا الفواكه الحلاوة فيها سكر، بس طبعا السكر الموجود بالفواكه بيختلف عن السكر الموجود بالحليب. بيكون كل شيء طبيعي، بيكون فائدته فيه أكثر من السكر الاصطناعي. يعني هلا السكر الاصطناعي في كثير أشخاص بيقولوا لك في إله مضار، وبنفس الوقت في إله فوائد. خلينا نحكي شوي عن مضاره بالأول. طب هلا الفرق بين إنه إحنا ناخذ سكريات طبيعية، إحنا لما ناخذ مثلا حبة موز، أوكي، فيها سكر بنسميه سكروز، اللي هو عبارة عن جلوكوز وفركتوز. هلا بالجسم لما إحنا ناخذ حبة الموزة مثلا، هذا السكر السكروز بتحطم، بتحول لجلوكوز وفركتوز، وطبعا عملية الامتصاص بتكون مختلفة. أوكي، هلا إشي طبيعي احنا ناخذ بحياتنا اليوميه سكريات، يعني من غذائنا اليومي شيء طبيعي ناخذ سكريات لنبطل الجسم اذا ما اخذنا شيء. طبعا يعني انت اصلا لما ناخذ احنا الخبز هو عباره عن ستارتش، نشويات، كل هاي تتكسر تتحول لجلوكوز، يعني برجع بتحول لجلوكوز. بس شو الفرق بين انه انت لما تاخذي سكر اضافي وبين انه انت تاخذي سكر؟ ما هو تنين سكر، تنين نشويات. بس انت بدنا يعني حد معين للنشويات اللي احنا لازم ناخده خلال اليوم. نحكي خلال اليوم ناخده مثلا من الخبز، محسوب منه من الفواكه، ما حدا يخاف من سكر الفواكه، لانه احنا لما نحسب مثلا نسبه النشويات من 55 ل 60% من غذائك، بنحكي مثلا لازم يكون من النشويات. هاي محسوب فيها السكر اللي هو الخبز، الخبز بالاخر بتحول لسكر بعد الهضم، السكر الموجود بالفواكه. بس في عندنا معين انه هو بنسميها السكريات المضافه، هاي اللي احنا بنخاف منها. يعني احنا تاخدي سكر زياده عن احتياجاتك، لانه اول شيء عمليه امتصاص السكر العادي كتير سريعه. اوكي، لان انت لما تاخدي معلقه سكر ما بدها هضم. هلا احنا لما ناخذ خبزه او لما ناخذ حبه تفاح بدها هضم بدها وقت، عم ناخذ معها مش بس سكر، عم ناخد او مش عم ناخد بس طاقه من النشويات، عم تاخدي الخبز، عم تاخدي فيها فيتامينز، عم ناخد فيها الياف. لما ناخد احنا النشويات المعقده اللي فيها الياف كمان اكثر، اللي هو الخبز الاسمر، فهذا عم بيعطيكي فوائد ثانيه. بس لما انت تاخدي معلقه سكر مضافه، او لما ناخد احنا الحلويات اللي فيها السكريات المضافه، انت ما عم تاخدي اي مواد غذائيه ثانيه، فقط عم تاخدي طاقه عن طريق الجلوكوز. اللي هو سهل امتصاصه، وسهل انه مثلا اذا عم تاخدي كميات كثير كبيره انه يؤدي لسمنه او الامراض الثانية، لأنه في كتير علاقة بين السكريات المضافة وبين السكر العادي، عشان ما يؤدينا لهالأمراض هاي. إن شاء الله. يعني ما حابين نعرف منك أكثر كمية السكر اللي لازم ناخدها خلال اليوم. هلا هذا رندا سؤال كتير مهم، إنه كل حدا بقول مثلا أنا عم باكل، قديش أكل، قديش لازم أنا أخذ، اللي هي نحكي على السكريات المضافة اللي أنت مثلا بدك تضيفيها، اللي عم بحكي عنها قديش اللي بدك تضيفي سكر كمية على الشاي اللي هي الزيادة هاي. الزيادة أو من المواد الغذائية. هلا هذا بيعتمد على النشاط البدني والعمر، بس بشكل عام إذا الرجال نشاط بدني متوسط، ما في خمول قاعدة كتير ولا حركة كتير، تقريبا نحكي الليمت 9 معالق سكر بالنهار باليوم. هاي إيش ما فيها؟ اللي هي داخل السكر اللي بتضيفه على الشاي والقهوة، إذا السكر الموجود بالفواكه، مش نفس من عصير الفواكه سكريات طبيعية، سكريات مضافة. لأنه أنت لما تشتري سكر، لما تشتري كاسة عصير مثلا، في بيكونوا ضايفين غير السكر الموجود بالحلو سكر مضاف، صح؟ فهاي من ضمنها، من ضمنها الحلويات. بس هلا بدنا نشوف كيف نقدر نحسبها، او كيف كل معلقه قديش بتعطيك سكر. بس هو صح 9 معالق بس للرجال عم نحكي. للرجال. طب للسيدات اذا نشاط متوسط بنحكي ليمت 6 معالق سكر. هذا الاعلى، طبعا كل ما قللنا كل ما كان احسن. بس برضه النصائح كمان بتحكي انه السيدات اللي قاعدين بالبيوت، ما في حركه كتير، في خدمات، ما في شغل، 3 معالق سكر حتى يفضل، عشان ما يكون عندنا سكريات زياده تؤدي للسمنه. يعني اذا هيك بتنصحي هلا اول باول بلشوا الواحد ياخذ القهوه، ياخذ الشاي من غير سكر، او شيء يخفف اللي متعود عادة انه لازم ياخذ مع القهوة او الشاي سكر، يخفف بدل ما يكون معلقتين معلقة واحدة، وشوي شوي بيصير بلش يتعود. خلينا ناخذ هذا الاتصال ربما معنا نضال. صباح الخير يا نضال. هلا صباح الخير والله. اهلا وسهلا يا هلا. وانت بخير. بألف خير يا رب. تسلم يا رب. فوق هالبلد. خليك.
حابب تسأله بسؤال؟ لا والله ما عندي خلص، ما هو الوزن قاعد تنزل شوي شوي هسه. عم بتنزل وزنك. ممتاز. بدي بعدين بالنسبة لخدمة العلم، يعني كانت أحلى أيام هي. يعني لسه أنا متابع حتى أيام ما كنت أخدم بالجيش. لسه متابع زي ما كنت صحيان الساعة 4 الصبح. بالضبط، هو تعويد بيصير. هي صفر تعويد، أنا الساعة 6 بكون على راس عملي. ممتاز، شكرا لقناة يعني طويلة. بتنصح إذن بخدمة العالم الإجباري؟ شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. ربا، في كتير عم تجينا أسئلة على فكرة على الفيسبوك. في من الأشخاص اللي حابين يعرفوا عن مقاومة الأنسولين بالجسم لمرضى السكري وكتير أمور، بس خلينا قبل ما ننتقل لهذا السؤال خلينا نتابع حديثنا عن الموضوع. أوكي. خلينا بس أشرح إشي كتير مهم، اللي هو حكيت أنا تقريبا كل معلقة سكر صغيرة أنت بتضيفيها على الأكل عم تعطيكي 16 سعرة حرارية، أو كل جرام من السكر اوكي بيعطينا 4 سعرة حرارية، كل معلقة 16 سعرة حرارية، فإحنا ما بدنا نتجاوز قديش كمية السعرات الحرارية الكتير اللي عم ناخدها بس من السكر، لأنه هذا بيؤدي للسمنة وكتير من الأمراض. هلا إذا بدنا ننتبه، إذا واضحة عنا، هاي عنا اللي هو الملصق الغذائي اللي دائما بنحكي اقرأوا الملصق الغذائي عشان تعرفوا قديش في عنا سكر. كمية السكر بدنا ننتبه لإشي كتير مهم، أنا جبتها بالإنجليزي لأنه معظم المعلومات كله مكتوب بالإنجليزي، بس هلا بترجمها بالعربي كمان. في عنا بدنا ننتبه على توتال كربوهيدرات، يعني اللي بتكون عادة نسبة النشويات كاملة. هلا هون مقصودهم ايش نسبة النشويات؟ ركز على هاي. هاي واللي بعدها. هلا نسبة النشويات مثلا هون عنا 17 جرام، هاي ايش بتشمل؟ بتشمل الالياف، اللي ما بيعرف الالياف تعتبر من النشويات، فهي من ضمنها الالياف اوكي، ومن ضمنها السكر العادي والسكر المضاف. هلا في تحتها دايتري فايبر اللي هي الالياف زيرو، يعني انه ما في الياف بهذا المنتج بالمره. شوجرز السكر، هذا ايش قصدهم؟ السكر المضاف 5 جرام. 5 جرام يعني هاي بمعدل تقريبا معلقة صغيرة، لأنه إحنا حكينا كل 4 جرام عم يعطونا معلقة صغيرة، يعني 16 سعرة حرارية. يعني بدك تعرفي إنه معلقة صغيرة. يعني بدك تعرفي إنه من 17 دول في 5 يمين اللي هو سكر مضاف، الباقي عبارة عن نشويات مش سكريات مضافة. في كلمة كتير مهمة اللي ما مثلا مرات كتير مريض السكري، هاي اللي سألت عن الإنسولين وغيرها عشان نتوعى على كمية السكر، مرات المنتجات الخالية من السكر بكون بقول لك مكتوب خالي من السكر أو بدون سكر مضاف. هذا ما بيعني إنه عم بيستخدموا سكريات تانية. في مرات مصطلح اسمه sugar alcohols، هي موجودة هون، أو كلمة بتكون موجودة على المنتج الغذائي مانيتول، هاي عبارة عن سكريات من النشويات بس ما بتعطي كلها سكر، يعني نصها بتعطينا سكر. فبدنا ننتبه لكلمة. ما في منها خوف يعني؟ لا، هاي بتعطي سكر. هاي بتعطي سكر، يعني ما في سكريات مضافة، بتعطي سعرات حرارية ولكن نص الكمية اللي بتعطيها سكر، أقل من النص. أوكي. يعني هاي فيها 9 جرام. يعني هذا ما بدل إنه ما في سكر، يعني تقريبا فيها كمان معلقة صغيرة جاي من هاي لأنها نصها من السكر. يصير معلقة كاملة. يعني صار عندنا معلقة كبيرة. بالضبط. أوكي. فبدنا ننتبه، يعني مرات كتير مكون مكتوب سوربيتول، مونيتول، زانيتول، هدول كلهم عبارة عن سكريات اللي هي شوجر الكولز اللي بتعطي سكر كمان. بس ولكن مش بشكل، مش زي السكر العادي، نص الكمية تقريبا. حلو. اوكي، فهاي بدنا ننتبه لها. انت كيف بدك تحسبيها؟ كل 4 جرام من السكريات المضافه بنحكي، مرات بكون شو كاتبين بالعربي نسبه النشويات منها سكريات. اوكي، بدك تشوفي على منها سكريات، اذا كان 10 جرام بدك كل 4 جرام معلقه سكر صغيره. اوكي، وكل معلقه صغيره من السكر عم تعطينا 16 سعره حراريه. فهيك انت شوي بتصيري تنتبهي، اذا انت كثير بتحطي معلقتين سكر على الشاي مع معلقتين قهوه على الشاي، يعني عم بتعداهم غير السكر الموجود بالحلو. يعني كثير مرات احنا بنتعدى كميه السكر المسموحه باليوم. ربما في اشخاص كثير بيحبوا يستخدموا السكريين، حتى اللي ما عندهم سكري بقول لك بركي كمان هاي بتكون كمية السكر فيها مش يعني مش بقيمة السكر العادي. هل تنصحيهم أن يستخدموا سكرين؟ هلا في كتير دراسات على أنواع السكرين. هلا سكرين هو أو بدنا نحكي محليات صناعية، كتير أنواع. يعني في عنا الأسبرتين، في عنا السكرين، هذا اللي بسموه سكرين، كلها عبارة عن مواد كيماوية بتعطي طعم السكر، ما بتعطي سعرات حرارية. إلا بعض الأنواع زي اللي بسموه سكر الفواكه الفركتوز، هذا زي السكر العادي ولكن بيختلف بالامتصاص. يعني كتير مرات بيستخدموه لمرضى السكر، بس مرضى بالسكري بده ينتبهوا له لانه هذا كمان بيعطوا سكر، يعني مش ياخذوا منه قد ما يقدروا. اوكي. ولكن المحليات الصناعيه الثانيه حتى بكون مكتوب على الملصق الغذائي مثلا نسبه السعرات الحراريه 0 او 1 بس عم تعطي سعره حراريه، هاي ما بتعطي سعرات حراريه وما بتعطي سكر. ولكن في دراسات على المحليات الصناعيه انه كترتها
ممكن تؤدي لزيادة الوزن، وكترتها ممكن تضر بمريض السكري. يعني كل شيء بالاعتدال. بالاعتدال بده يكون بالاعتدال الكمية منها. كثير مثلا أشخاص من الناس اللي ما بتتحمل إنها ما يكون في سكر في جسمها، يعني لازم يكون في معهم قطعة ملبس، لازم يكون في معهم على طول، بتحس إنه جسمهم بهبط في حال إنه ما أخذوا سكر. مثل هيك إن أشخاص شو بتنصحيهم بيستبدلوا بدل الحلويات هاي الصغيرة اللي ممكن ياخدوها أو المحليات بإشي اللي يعطيهم كمان طاقة؟ هلا في إشي كتير من الفواكه كتير أنا بحبه، كتير بيعطي طعمة حلاوة التمر. تمر ما تتخيلي قديه، يعني إذا إحنا بناخد حتى في تمر اللي بسموه المجهول الحبة الكبيرة قديه بيعطي حلاوة. ولما أنت يكون جعبالك إشي حلو، أنا يعني من جهتي لما أكلها بحس حالي اكتفيت من السكر، يعني وجبة وفي طعم حلاوة غير اللي مش متعود على الفواكه بيقدر ياخدها. أو ممكن مرات إذا كتير حابب من التمر، في التمر المغطى شوي بالشوكولاتة السوداء ممكن كمان حبة بدل حبة شوكولاتة أس حبة شوكولاتة. خلينا ناخذ هذا الاتصال. وما معنا مصطفى، صباح الخير يا مصطفى. نقطع الاتصال، انفصل الاتصال. طيب نتابع الحديث عن، يعني انت جايبتي لنا نماذج هون موزة وبرتقان، هاي تحكي لنا قديش كمية السكر الموجود فيهم؟ هلا هدول اللي بدي احكي منه انه هون في عندنا سكر، ولكن في عندنا سكريات طبيعية ما نخاف منها. هلا احنا دائما بنخاف من السكر المضاف، اوكي؟ فإذا اخذنا احنا حبتين لثلاثة من الفواكه باليوم ما بيأثر حتى للمريض السكري، بس ما تكون مع الوجبة مباشرة، تكون بعد الوجبة، ما يكون مع الوجبة. الحليب اللي ما بعرف في عندنا واللقلبان فيها سكر، تقريبا الحصه الواحده فيها 12 جرام من السكر، بس هذا سكر بنسميه سكر اللاكتوز اللي هو عباره عن جلوكوز وجالاكتوز، بيختلف عن السكر العادي. بس في طبعا الحليب المنكح واللبن المنكح فيه سكر مضاف. هلا بكون مكتوب 24 جرام، بس مش كلها 24 جرام سكريات مضافه، 12 جرام سكريات طبيعيه وضايفين هم 12 جرام اللي هو الزياده. في كثير سؤال بيسالوا الناس اللي هو السكر البني. ايوه هذا بالفعل كثير اشخاص بيهتموا في الموضوع، حتى مريض سكري بتلاقي بياخذ سكر. قبل ما نحكي عن السكر البني خلينا ناخذ روان. صباح الخير. صباح الخير يا هلا روان، كيفك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، تفضلي. تمام، ممكن احكي مع ربا؟ بس علينا صوتك شوي روان لو سمحتي. صباح الخير ربا. اهلا روان، اهلا وسهلا، تفضلي. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. سمحتي كنت اسالك، انا ابني عمره 9 سنوات. ابنك عمره 9 سنوات؟ سنة. اوكي. ونسطم جديد، بس ما بيرضى يشرب الحليب، انه بدون سكر لا ما بيشربه، اذا ما عليه سكر بيشربه. ما بعرف ايش ممكن اني اعوضها. انت اول مره حطيتي له السكر بالحليب؟ يعني الحليب لما حطيته اول مره بدون، هو كثير دلع يعني، ما اكله ما شربه. اوكي، قد ايه عم بتحطي له سكر؟ معلقه صغيره. اوكي، وقد وصل له فتره معود عليها؟ كم مره بيشرب في اليوم؟ كثير. فكل انينه لازم يكون فيه معلقه. اوكي. هلا يمكن انه اول ما بديتي تعطيه حليب يمكن نفس نوع الحليب ما حبه، هلا كنت ترضعي رضاعه طبيعيه؟ راح الاتصال. هلا انا بنصحها تحاول مجهودها انه ممكن تغير بنوع الحليب، لانه الطفل بعد سنه عم بياخذ كميات كبيره من الحليب، وعاده اذا باخذها بالزجاج الرضاعه ممكن تؤدي لتسوس اسنان، لانه الطفل بضل موجوده في تمه. فاول خطبه تعمليها تحاولي اذا عم بستخدم زجاج الرضاعه نحاول نقيمها نستخدم الاكواب، وفي اكواب خصوصيه لعمر السنه انه تكون طريه شوي عشان ما تضايقه، لانه بنخاف من شغلتين، السمنه وال التسوس والتسوس الاسنان، وبرضه كمان مشكله السكر هاي كثير كبير. اذا معلقه سكر على كل هاي اللي بتقدري تعمليه، تغيري نوع الحليب، تحاولي تخففي كميه السكر، لانه اذا تعود عليها شوي شوي تدريجيا، يعني اذا انت عم تعطي معلقه صغيره مش راح يتعود، اذا حطيتي ثلثين معلقه اولها ما راح يحس، بشكل شوي بسيط. يعني ما تخفف 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 لتصير انه يعني كميه كثير قليله، لانه حرام لعمر سنه عم بياخذ سكر. طب الاطفال ممكن تعطيهم سكرين ولا لا؟ لا مستحيل. لا لا لا. طيب عسل بدل السكر تنصحي فيه؟ عسل بيعطي سعرات حراريه اكثر، يعني نفس الكميه، فاذا تستخدم عسل ممكن يعني بدها تخفف الكميه لانه بيعطي حلاوه اكثر. بس هي مبدا انه طفل يتعود على السكر من هلا، تحاول يعني تدارك المشكله قد ما بتقدر عشان ما يتعود على السكر. طيب لاي عمر طفل ممكن احنا مثلا ما نخليه يشرب الحليب بالسكر؟ تعويد.
لا ممكن على طول على طول اذا تعودتي. كيف انت مثلا في ناس بيشربوا القهوه بدون سكر متعودين عليها، ليش يرجعوا ياخذوها بسكر؟ فكره بالفعل يعني ما في ما في داعي. في اولاد مثلا اذا احنا في مشكله الاهل كمان انه انا متعوده اشرب مثلا الحبوب الافطار مع حليب لازم احط عليها سكر، بيفكروا انه لا شعوريا انه ابنهم لازم يتعود على نفس الشيء. لا، اذا انت معوده حالك على شيء مش شرط انه ابنك راح يتقبل نفس الموضوع، فانت ممكن تعوديه على الشيء الاصح. يعني اذا انت بتشربي الحليب بسكر عوديه من غير سكر، ليش تضيفي له سكر؟ تعويد ابدا يعني نفس الملح نفس اي شيء يعني كله بالعاده بزبط. اوكي خلينا ناخذ كمان اتصال معنا. ام نور. ام نور صباح الخير. اهلا صباح الخير. يا هلا عافية. الله يعافيك يا رب. اغلبك بدي اسال. تفضلي ربا معك. اهلا. انا بنتي عمرها سنه ونص. اوكي. لما غيرت لها من ازازه الحليب للكاس العاديه بطلت تشرب حليب. بطلت تشرب حليب. بعرف. هلا المشكله ام نور انه عادة اللي ما بعرف هاي المعلومة، الأطفال على الخمس أشهر لازم تيمي زجاجة الرضاعة وتعطيهم بالكوب، مش الكوب العادي، في الكوب اللي هو بتكون محل ما بنزل الحليب بتكون مهيئة للطفل. لما يتعود الطفل على الخمس أشهر إنه يأخذ الكوب بدل الزجاجة بتضلها معه طول العمر. هلا أنا بنصحك إنه إذا هي بطلت تشرب الحليب يعني ترجع تكملي معها بزجاجة الرضاعة، لأنه حرام تترك الحليب من هلا لأنها تعلقت، لأنه بعد السنة بيصير في صعب إنه تترك الطفل يترك زجاجة الرضاعة، فيشرب حليب ولا إنه ما يشرب حليب بالمرة. وحاولي بعدين شوي شوي من زجاجة الرضاعة تغيري بأنواع الكوب إشي تحبها، لأنه مشكلة كمان الأطفال يتركوا الحليب من عمر كتير صغير. مزبوط. ولازم يبدو على عمر 5-6 أشهر. بعرف صعب أولها ولكن كتير سهل لبعدين، لأنه الطفل بصير متعلق لزجاجة الرضاعة بعد السنة. ربا في أحمد عبيدات عم بستفسر، بقول لك أنا بشرب كل شيء حلو زيادة، معقول له تأثير مستقبلا؟ طبعا. احنا بنحكي الرجال تقريبا الليمت هذا حسب اذا في حركه 9 معالق سكر باليوم، مش بس من السكر احنا يعني شكله بتجاوزها بكثير. اذا 3 معالق سكر 3 معالق على كاستين هيتجاوزها. السكر له علاقه مباشره، الكميه الكثير كبيره انه يصير عندنا سمنه، واذا صار عندنا سمنه في علاقه انه يصير عندنا دهنيات وسكري، لانه كله هذا يعني ممكن يسبب له سكري مستقبلا. ممكن. طبعا غير الامراض الثانيه ممكن يسبب له ضغط نتيجه يعني السكر سمنة، إذا كميات كتير أعلى من احتياجاتنا سمنة، والسمنة بتجر وراها يعني تشكيله من الامراض اللي احنا بنشوفها. صحيح لاحمد. تدريجيا يعني. اكيد صعب اولها. في ناس مثلا ممكن تاخذ حتى تاخذ مثلا كاسه الشاي او كذا مع شيء حلو، مثلا تاكل قبلها تمره حبه تمر، تاكل شويه زبيب او هذا عشان تحسي طعمك لسه بضله في حلاوه عشان تخفف من السكر. وهي تدريجيا. هلا اذا من 3 معالق لمعلقه ما رح تحبه، بس اذا من 3 معالق لمعلقتين ونص رح يخف. او اتجه شوي انه بلاش كلهم سكر، مثلا محليات صناعيه نص محليات صناعيه نص سكر. وبرضه لانه بدناش اذا عم بيشرب كثير بدناش كله محليات صناعيه. صح. بس ممكن المحليات الصناعيه بكميات اقل بتعطي حلاوه اكثر، بس يخفف منها كمان. طيب نرجع للسكر البني. السكر البني هذا كثير مهم، لانه كثير في ناس بفكروا انه السكر البني صحي اكثر. السكر البني زي السكر العادي ما بيختلف بتاتا لا بكميه السعرات الحراريه، ولا انه اذا انا عامله رجيم او عندي مريض سكري بدي اخذ سكر بني. كله نفس السعرات الحراريه ونفس الشيء، بيختلف فقط بطريقه التصنيع لا اكثر ولا اقل. طب والالوان هاي اللي فيه كله هذا كمان؟ لا لا لا، كله هذا بعمليه التصنيع عم بتصير، ما عم بضيفوا الوان، ولكن هو من عمليه التصنيع عم بصير لونه بني بصير عندنا. فعندنا هذا السكر البني، في سكر البني حتى اللايت اللي بتلاقيه افتح ما بفرق كمان نفس الشيء. هدول هذا زي سكر المكعبات فقط، نفس كلهم الثلاثة نفس بس هو أسلوب التصنيع مختلف. المعلقة صغيرة من هدول الثلاثة بيعطونا 16 سعرة حرارية وبختلف كمية التصنيع. هلا هذا إيش مناسب أكثر؟ بعمليات الحلو. إذا عاملة كيك ببهارات بزنجبيل بإشي فيه قهوة بيعطي طعمة حلاوة. وإحنا قد ما بنقدر كنصيحة لكل الأشخاص، مثلا كتير مرات أنواع كيكات أنواع حلويات بنعملها بالبيت متعودين نحط كمية كبيرة من السكر أو كاسة سكر، إذا أنت قللتيها لثلثين أو نص ما رح تحسوا في الطعم. حاول تدريجيا، ما اكيد ما رح نلغي السكر من حياتنا لانه احنا متعودين طبعا طبعا يعني انا نعيش حياه طبيعيه، ولكن كل شيء باعتدال منيح ونضل بعقلنا كميه السكر لازم ناخذها باليوم. انا بيهمني بنهايه اللقاء ربا انه تركزي على مرضى السكري، لانه يعني هن اهم شيء بالنسبه لهم يعرفوا شو كميه السكر المعقول اللي لازم ياخذوها خلال اليوم. فنحكي نصائح لمرضى السكري. اكيد لمرضى السكري
شوي كثير بنصح هدول التسع معالق رح يقلوا للرجال يعني اذا كانوا للنص بكون كثير احسن. بيقدروا ياخذوا السكريات الطبيعيه، السكريات الموجوده بالالبان، السكريات الموجوده بالفواكه، ما يخافوا من الفواكه، في منهم ما بيخافوا من السكر بيخافوا من الفواكه. لا، خذ فواكه تاعتك بكميات معقوله او خفف من السكر الطبيعي، والمحليات الصناعيه باعتدال، مش انه انت بتشرب 3 4 فناجين باليوم محليات صناعيه، محليات صناعيه بالاعتدال برضه المحليات الصناعيه ناخذها. كل الشكر لك ربا مشربش على كل هالنصائح اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير، اهلا وسهلا فيكي معنا.